السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عطل جديد في تلفزيون توشيبا من أعطال التلفزيون التوشيبا أعطال الفارتيكل. عطل التلفزيون، هفتح تلفزيون. فتح وضع التوند باي. هفتح فتح. هوضح العطل. عطل فارتيكل، الشاشة لما من تحت ولما من فوق ومفتوحة لفوق، والقائمة أعطال تلفزيون توشيبا فارتيكل. الأعطال تختلف من تلفزيون لتلفزيون. عطل التلفزيون الحالي هو عطل فارتيكل. هتابع العطل واحنا مع بعض وكل حاجة بالتفصيل قدام الكاميرا. تحياتي للجميع. كل أعطال التلفزيون اللي بعملها بتكون بالواقع ونفس الوقت ونفس التوقيت وقدام الكاميرا، والتلفزيون ما عملتش فيه حاجة قبل كده علشان كل حاجة تكون على الطبيعة. عطل التلفزيون عطل فارتيكل، ممكن يطلع عطل سهل، أبدل المكشفات، أبدل أي سي، أبدل مقاومات، أعمل قياسات. فكل عطل تلفزيون على حسب نوع العطل. فعطل التلفزيون الحالي هنتابع مع بعض كل حاجة قدام الكاميرا. انت وحظك، ممكن ياخد 5 دقايق، ممكن ياخد 10 دقايق، ممكن ياخد ساعة، ممكن ياخد ساعتين. هنتابع العطل واحنا مع بعض. تلفزيون توشيبا، تلفزيون بحالته، واضح للتلفزيون بحالته، كل حاجة طبيعية وكل المكونات بحالتها. التلفزيون كأنه جديد وكل المكونات كأنها جديدة. عطل التلفزيون عامل اشود من تحت واشود من فوق. بحاول اكشف على مكونات التلفزيون في دايرة الفارتيكل، كل المكشفات شكلها سليمة. التلفزيون بحالته، كل حاجة طبيعية، التلفزيون نظيف جدا. أول خطوة هعملها في التلفزيون هبدأ بالمكشفات. هبدأ بالحاجة السهلة الأول. أول مكشف هبدله المكشف اللي جنب الأي سي العمليات، قيمته 50 فولت على 47%. هو الخالص بتغذية الإشارة لدائرة الفارتيكل. هبدل المكشف كخطوة أولية وهتابع. المكشف قيمته 50 فولت على 47%. مكشف جديد 50 فولت على 1. حاليا بدلت المكشف الـ50 فولت على 47% بمكشف 50 فولت على 1. هبدأ أشغل التلفزيون. أشغل أوصل. الليد الأحمر شغال. وضع ستاند باي. هفتح بسم الله. أوضح. التلفزيون شغال، شاشة كاملة. أوضح القائمة. أقفل التلفزيون وأشغل المفاتيح.
فوضح. القائمة الأبعاد كلها تمام من فوق ومن تحت، شاشة كاملة. أوصل الفيديو. التلفزيون شغال تمام، شاشة كاملة من فوق ومن تحت، الأبعاد كلها تمام، والقائمة واضحة، وتم إصلاح عطل التلفزيون بنجاح، وتحياتي للجميع.